تحت رعاية أمينة الدولة في التعليم الآلي والبحث العلمي والابتكار أمبيرا أسن، فقد تم توقيع اتفاقية بين 4 مؤسسات في التعليم الآلي حول الهندسة الكهربائية والتعاون عبر برنامج الماجستير في الميكانيكا. المدير العام للمعهد الوطني العالي للعلوم والتقنيات بأبشة يحيى دقال داري أكد بأن هذه الاتفاقية تندرج في إطار التعاون بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. ممثل السفارة الفرنسية لدى البلاد جان ويز أوضح بجهود السفارة على دعمها المتواصل في مختلف مجالات التعليم، وعليه فإن برنامج الماجستير في الهندسة الكهربائية والميكانيكية يمثل نجاح الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال. أمينة الدولة في التعليم الآلي والبحث العلمي والابتكار أمبيرا أسن أوضحت بأن هذه الاتفاقية تندرج في إطار أهمية التعليم الآلي في البلاد، وبما أن التعليم هو من أولويات حكومة المرحلة الانتقالية وعلى رأسها رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو. وفي نهاية الحفلة تم توزيع شهادات للفائزين في الدفعة الثامنة في البرنامج التابع للمعهد الوطني العالي للعلوم والتقنيات بأبشة.